يبدأ يعمل الفحوصات الدورية والتحاليل المعملية للاطمئنان على صحة وسلامة القلب. دي أهم النصائح طيب لو هنتكلم بقى عن العلاج، عن العلاج. العلاج ايه اهم طرق العلاج؟ طبعا بعيدا عن العوامل اللي حضرتك شرحتها دلوقتي، اهم طرق العلاج تحديدا للناس اللي بيجي لها النوبة، يعني يعملوا ايه قبل النوبة وبعد النوبة، يعملوا ايه؟ هو طبعا اللي جاله النوبة أكيد راح للدكتور وعرف إن هو عنده ذبحات صدرية، فلما تجيله النوبة هيبدأ يرتاح خالص، مفيش مجهود، عشان يبدأ القلب ما يبذلش مجهود وتبقى كمية الأكسجين اللي فيه كافية، ده كويس، هيبدأ يرتاح إن شاء الله. نبدأ بوضع أقراص النيتريز تحت اللسان، يبدأ بوضع قرص واحد تحت اللسان ويستنى 3 دقايق، ولو مفيش راحة يبدأ يضيف القرص الثاني، لو مفيش راحة يضيف الثالث وما يزيدش عن كده. لو الألم استمر أكتر من 15 دقيقة معنى كده إن دي يا جلطة في القلب، يا ذبحة صدرية غير مستقرة، أو أي ألم من الآلام اللي إحنا اتكلمنا عليها دي، فيبدأ يتوجه فورا إلى المستشفى لعمل الفحوصات والتحليل اللازم. تمام. ده وقت النوبة. وقت الاستقرار بقى اللي هو الإن بتوين أتاك، يعني في بين حدوث النوبة وبعضها، بياخد مجموعة، بيتناول مجموعة من أقراص النيتريتس دي، زي ما اتكلمت إن هي بتوسع الشريان التاجي وبتساعد في اندفاع الدم بصورة كافية للشريان التاجي ومده بالأكسجين الكافي، مد القلب بالأكسجين الكافي، بتعمل على اتساع الأوردة فبتقلل حاجة اسمها الفينوس ريتير، فبيقل احتياج عضلة القلب للأكسجين أو للدم. ياخد مجموعة من حصيرات مستقبلات بيتا دي بتقلل من ضربات القلب وبتساعد في ان القلب يحتاج كمية قليلة من الدم برضه، وياخد واحد من مجموعة حصيرات قنوات الكالسيوم دي برضه نفس شغل النيتريتس، ان هي بتهدد البيتا، مستقبلات بيتا بتهدد ضربات القلب وبتساعد ان في اتساع الشرايين التاجية، فالقلب بيكونش محتاج كمية كبيرة من الدم عشان تمده بالأكسجين. تمام. ياخد علاج مانع لتجمع الصفائح الدموية، وده معروف طبعا، وعلاج مانع لتجلط الدم، وأهم حاجة طبعا علاج خافض الكوليسترول والدهون بشكل عام. بس لو ما فيش نتيجة أو بتتكرر معايا الذبحات الصدرية باستمرار هيعمل إيه؟ الفحوصات اللي حضرتك قلت عليها، هيبدأ يعمل طبعا الفحوصات اللي احنا اتكلمنا عليها، وأهمها هيعمل قسطرة تشخيصية ويدخل يشوف عدد الصمامات، عدد الشرايين اللي حصل فيها تصلب او اي مشكله، فلو كان فيه 1 أو 2 بالكتير قوي هيبدا يعمل دعامه، وده طبعا دكتور القلب هو المختص بالحاجات دي، كل ده دكتور القلب هو المختص ان هو يدخل ويصور ويشوف الكلام ده كله، يبدا يدخل يحط دعامه او يوسع الشريان التاجي بالبالونه عشان تكون كافيه لاندفاع الدم فيها بصوره كبيره. طيب لو كان في اكتر من 3 شرايين، او لو كان الشريان الاساسي المغذي للقلب هو اللي فيه التصلب، هيبدا يدخل يعمل حاجه واصله ما بين الاورطه وما بين الشريان التالي.